خلينا بقى ننتقل لملف آخر، وحاجة بجد مشرفة واتكلمنا عنها قبل كده ومش أول مرة طبعا تحصل، لكن احنا بنتكلم هنا عن أبطال مصر من ذوي الهمم، واللي اللجنة البارالمبية المصرية بتستعد خلاص لحدث بالنسبة لهم مهم جدا بعد ما حصلت على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية عشان تستضيف مصر منافسات البطولة الإفريقية المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية. حاجة جميلة جدا بجد والله، حاجة جميلة جدا. دي إحدى مراحل التأهيل، بنتكلم لدورة باريس 2024. شوف حضراتكم قد ايه الموضوع مهم طبعا. وزي ما بيتقال كده استعداد كبير جدا لاولمبياد باريس 2024. ان شاء الله نحضرها بقى في باريس، انا نفسي احضرها يا كريم والله، حتى لو عندنا شغل انا هسافر بصراحه. البطوله دي هتقام باذن الله خلال الفتره من 22 ل 31 اكتوبر، وعايز اقول لحضراتكم يعني ان هيشارك فيها ما يقرب من 150 لاعب ولاعبه، ويعتبر منتخب الناشئين فيها يعني نواه لمشاركه مصر في دوره لوس انجلوس البارالمبيه كمان 2028. عندنا اسماء محترمه جدا فيها ومشرفه، يعني عايزه اقول لحضراتكم فاطمه عمر تم اختيارها ضمن افضل لاعبه بارالمبيه، حققت 6 ميداليات متتاليه في الدورات البارالمبيه، وكمان الرباع شريف عثمان عضو اللجنه الفنيه لرفع الاثقال كان ممثلا عن لاعبي العالم، فبجد ما شاء الله عليهم. انا شفت على فكره صورهم، شفتهم في تدريبات، حاجة مشرفة وحاجة يعني تديك أمل إن بارالمبيات إن شاء الله 2024 في باريس حاجة هتبقى أنا متوقعة أضعاف أضعاف الميداليات اللي إحنا حصلنا عليها كمان. ما في مرة واحدة فقط لا غير يا نهاوند شاركوا فيها. إلا وشرفونا فيها. بالظبط كده، أكتر بكتير يعني. طبعًا أكيد كل الإحترام وكل التقدير لإنجازات ونجاحات الرياضيين المصريين اللي شاركوا في بعثات مصر في دورات أولمبية وحققوا برضو حاجات حلوة جدًا زي الفل، لكن الحقيقة كلمة حق لازم تتقال دايمًا، أبطالنا البارالمبيين لما بيشاركوا في أي تفاعلة أو أي بطولة أي كأس أي بطولة بشكل عام لازم يرجعوا محملين بالكم الأكبر من الجوائز والميداليات، حاجة طبعا عظيمة جدا.